السلام عليكم. المحاضرة اللي تخص الـ One Way Slab راح يعني أمشي على أمر عليها مرور إن شاء الله سريع. الموضوع مو صعب، ما بي صعوبة إن شاء الله. البروسيجر مالتنا بشكل سريع، البروسيجر مالتنا اللي راح نمشي عليها، أول شيء راح نشيك أنه هي One Way Slab لو مو One Way Slab، وهذا الموضوع منتهي من عنده باعتبار ماخذين بس الوين واي سلاب. ناخذ ستريب اللي هو واحد متر فقط، يعني هذا البي، البي دائما عندنا راح يصير واحد متر، يعني ألف مليمتر. زين، هذه الملاحظات خلوها ثبتوها يمكن. زين، السلاب ثيكنس راح تعتمد على جدول احنا هسه راح تشوفوه وموجود عندكم بالورقة اللي بالامتحان راح يكون. هذا الجدول يعتمد على المساند اللي قاعد عليها السلاب، اذا مستمره من جهه واحده او اذا مستمره من جهتين او اذا هي سمبلي سبورتد وهكذا. زين، الفاكتور لود هذه الدبليو التيميت. زين، الشير والبندنج، الشير هذه ملاحظه كلش مهمه، درو شير وبندنج مومنت لكل ستريب. زين، لكل ستريب اذا هي السلاب يعني صايره على اكثر من مسند، يعني كونتينيوس، فاني عندي فاكتورات اضرب بيها اطلع القيم مال الشير والبندنج. زين، هناش قد وهكذا، سواء بالشير او بالمومنت. زين، كل وحده عندي بيها فاكتور مباشرة أطلع من اللود ومن الاسبان، من اللود ومن الاسبان. الاسبان يعني الفضاء بين مسند ومسند. صراحة نشوف بالمثال، إذا أجانا بالسؤال بس فضاء واحد وسيمبلي سبورتد فالشير يكون واضح، يعني إذا هو هذا هنا حمل منتشر فراح نقسم على الاثنين، هذا اللي يمثل الشير. وإذا شنو بعد عندي؟ والمومنت، المومنت هو W L تربيع على 8 إذا simply supported، W L تربيع على 8. تبوا عليه زين. هسه رسمنا الشير والبندنج، نجي نشيك الثيكنس اللي طلعناها منين؟ طلعناها من هذه الخطوة. زين، نشيك هذه الثيكنس اللي طلعناها ويا من؟ ويا الشير. شوف ايش قد اقصى شير عندنا. زين، على مسافة دي ايضا نطلعه ونحسب هذه القيمة. زين، نضربها في فاي ونشيك طلع عندنا الشير لو ما طلع عندنا الشير، يعني العفو اكبر من مقاومة المقطع للشير لو اقل. زين، نجي بعدين للمومنت، مومنت عندي طلعته. زين، اجي احسب الرو. طبعا هاي الرو مثل البيم، عندي اكثر من طريقة واكثر من قانون نقدر نطلع بيها الرو. مثلا هذا القانون اللي هو بي الار والام، هذه الام وهذه الار نحسبهم ونطلع الرو. وعندنا طريقة مباشرة بقانون واحد هم راح يجينا بالمثال، هم تقدرون تستخدموه، وإذا أكو قوانين أخرى يعني كيفكم، الموجود عندكم هو هذا. زين، هسا طلعنا الرو، هذا حديد التسليح الرئيسي. خوش، حديد التسليح الرئيسي، هذه الرو لما نضربها في البي في الدي راح يطلع عندنا حديد التسليح. زين، هسا نشوف أكو عندنا بعد تسليح يصير، يعني هسه هذا التسليح، هذا الرول حديد التسليح الرئيسي اللي يصير هالشكل، بعد اكو عندنا حديد تسليح يصير عمودي عليه، هذا نسميه AS minimum. هذا منين يجي؟ يجي من الرو مينيموم، اللي هو الرو مينيموم اللي خاص بمن؟ خاص بالشرنكج والتمبريتشر. زين، هذا حديد تسليح ثانوي يسموه، فنحسبهم اثنيناتهم، الاي اس حسبناه من هذه الرو طلعناها،
والاي اس مينيموم هذه نحسبها من الرو مينيموم. هسه نشوف الرو مينيموم منين نطلع. زين لما نطلع الاي اس تساوي رو في البي في الدي. زين رو في البي في الدي، الرو هاي عندي البي الف دائما، الدي اللي نطلعها من الاتش. زين اللي نطلعها من الاتش نطرح من عندها الكبر اللي هو 20 مليم، ونطرح من عندها نصف البار مال حديد التسليح الرئيسي. زين الاي اس مينيموم شنو؟ هي الرو مينيموم في البي اللي هو الف في الاتش. لاحظوا هنا هذا الفرق بين الاي اس مينيموم، هنا نستخدم اتش والاي اس نستخدم دي. زين هذا تخلوه ببالكم تحفظوه. زين شيكنا الرو اكبر من الرو مينيموم، اصغر من الرو ماكسيموم. الرو ماكسيموم هذا قانونه موجود عندكم. زين اذا اوكي لازم ما تعبر الرو ماكسيموم هنا بالنسبه للسلاب، هذا مو بيم. بالبيم اذا عبرنا الرو ماكسيموم راح نروح للدبلي رينفورسمنت. بالنسبه للسلاب هاي الرو ما تعبر الرو ماكسيموم، لازم اذا صارت اكبر نختار الرو ماكسيموم، واذا صارت اصغر من الرو مينيموم شنو؟ نختار الرو مينيموم. زين هسه هذه نحسب الاس ماكس، اقصى مسافه بين حديد التسليح. زين ورا ما حسبنا الاس، الاس ماكس هي القيمه الاصغر من هذا او هذا، من 450 او 3 في الثيكنس. زين بالنسبه ورا ما نحسب الاي اس مينيموم، هذه الاي اس مينيموم اريا اوف تمبريتشر، هذه الاي اس مينيموم يعني الاي اس مينيموم. زين فراح نحسب لها ايضا اس ماكس، نقارن العفو الاس مالتها ويا الاس ماكس اللي هي هذا قانونها بالكود، اللي هو اقل قيمه من بين ال 450 وال5 تي. عاده 450 تطلع هي الاقل قيمه، فدائما الامور اوكي يعني بالاغلب يعني. زين بعدين نرسم الديتيل، هذا هو الجزء الاول من المحاضره، راح اسوي جزئين حتى نخفف بالتحميل.